دقمه. طيب برجع لك بسلمك ابو علي. سم الشبول الحقيقه شيء المفروض انه ما يكون للاعلان، لكن لابد حتى ولو كان من اقرب الاقربين لابد انك تثني ولابد انك تشيد. واللي ما يشكر الناس ما يشكر الله. ليه؟ لانه عمل كبير وجبار ولهين لمن وفقه الله. فهذه السالفه لما انا اذكرها في هذا المجلس مو افتخارا، فان الله سبحانه وتعالى الذي يصلح والذي يعطي والذي يمنع. حقيقه اللي ابغاه منكم ان تدعوا لصاحب العمل هذا بالتوفيق وان الله ييسر اموره. تفاجات اول البارح البنزين هذا اثقل كاهلنا كثير وتعبنا كثير، وجالس له واحد من الاولاد الصغير يقول لي ابغاك جوا يا ابوي. قلت لي خير ان شاء الله؟ قال تعال. كنت طالع في حاجه في الجوال والله سكرت وخفت يعني حقيقه. وثار الاثنين عبد الله وعلي جايبين هديه لي ما شاء الله، وجو قالوا قوم انت امي ونبغى غيرنا فرش المجلس المشب حتى تشوفونه. قلت غيرته في خمس دقائق والله. انا اذكر انا عبد الله يدور سياره، هذا اللي اذكر انه راح يومين يدور برضو عنده سياره مشغلتين شويه، ويوم فتحت الباب والله السياره واقفه اخر موديل ما نزلت الا قبل ثلاث ايام، سوزو ديزل دبل زام مطلع على الباب. والله قالوا لي ايش رايك تفضل. قلت ايش تفضل ليش؟ انت قلت تشتري بنز صغير وما ادري ايش. قال لي اقول هذا حقك وهذا قال ما نقدم لك، قام يسلمون على رجولي. استاهل. فاللي ارجو منكم ان تدعوا لهم من الله يفرج همهم، ان الله يحفظهم ويصلح الشباب المسلمين جميعا. والله ما كنت افكر واحد في المليون. الله اكبر. والله الذي لا اله غيره، والسياره عندي والحمد لله. لكن الدعوه ان تدعوا لهم ان الله يفرج همهم في موضوع ما ويسر امورهم وشباب آمين. المسلمين جميعا آمين. من يشاهد امين الله يوفقهم، والله يكثر خيرهم ويحفظهم ويصلح لهم النيه والذريه. الله يوفقهم. والله يوفقهم فالحقيقه آمين. والله ما قلتها الا لعلمكم صالح ودعوه يدعون لهم تفريج همهم في موضوع ما يعلمه الله سبحانه وتعالى. الله يا هذا ابو علي، هذا ندلدل ايضا على تربيتك الجميله.